دقائق نعود نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد عبد الرزاق حواس. مرحبا بك من جديد. شكرا. شكرا. حبيت نعود نرجع انه باش نزيد ناكد انه نحن الوضعية نتاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في انهيار متواصل. وذاك علاش على خاطر اولا مرينا بفترة استثنائية اللي هي الكوفيد وما صار فيها حتى شيء استثنائي. قعدنا في نفس معناتها تطبيق القانون، ما تخذي حتى اجراء، سامحني سي عبد الرزاق، ما تخذي حتى اجراء وما تعمل حتى قانون ابار ذاك المرسوم عدد 6 اللي في حكومه الفخفاخ واللي هو بعد اي واللي هو حتى التطبيق ولم يطبق، ما طبقش، مش حتى هو المرسوم خاطر جاء عام، اما القوانين كما قانون انقاذ المؤسسات اللي تمر بصعوبات اقتصاديه كما في قوانين الماليه قوانين معناها هذوكم لي فون دو سوتيان اللي معناها المؤسسات الصغرى، المؤسسه الصغرى وقت اول ما تجيها سامحني سي عبد الرزاق مش باش نطول نخلي الكلمة، ملي تدخل هي في مشكلة سي اللي معناها اللي ليفري على المام دون لا ناتور، ما عاد حد يتبعها، حد يسأل عليها، حتى تمشي معناها تلقى البيبان الكل، معناها البيبان الكل موزدة، ما تلقى لا متابعة ولا مرافقة. اليوم نعطيكم رقم 42 ألف مؤسسة في التسوية القضائية، ايش قولك؟ وفي التسوية القضائية مصيرها بيد البنوك. هذه قانون التسوية القضائية، هذه القانون اللي يلزمه، ومش التسوية القضائية بركة، فما قانون يبدأ بالرضائية والقضائية، القانون هذا يلزمه خاطر تعمل في ظروف معناها غامضة، القانون هذا وتعمل لأسباب تو نحكيو فيها بعد معينة، القانون هذا يلزمه تو يلزم يتنقح. أنا نصيحة لسي عبد الرزاق كي تراسلوا وزارة التجارة، من أهم المطالب نتاعكم يلزم يتنقح القانون نتاع التسوية الرضائية والتسوية القضائية. إي نقطة مهمة، نعم نقطة مهمة للغاية. تفضل سيدي. قاعدين نخدموا على قوانين هذه القديمة اللي موجودة، واللي برشا قوانين محطوطة معناتها الباب محلول لكل التأويلات. تعجيزية، قوانين تعجيزية. تلقى ساعات فصل تقعد باهت، تقول هذايا شكون حطه وعلاش؟ أما من بعد راهو كان تجي تفسر راهو تفهم من بعد. من بعد باش تلقى لوبيات معينة تتحكم في قطاعات معينة. هي اللي تفصل. في القوانين وتحط لك معناتها بور كري دي بارير، وباش ما تكبرش باش تقعد ديما حياتك الكل وانت صغير وديما وانت تجري عمرك ما تخلط. هو انت مؤسسه انت باش تاخذ بار من المارشي، يعني هما عاملين حسابهم يقول لك انا ماكل من المارشي 50% اقسموها بينات بعضكم، واللي موت انا نزيد ناخذ منها كل 50%. هو يخاف لك الصغار لا يزيدوا ياكلوا له من البار دو مارشي نتاعو ما يلقاش هو روحه. دونك شنو نعملوا؟ نعملوا مجموعه من القوانين باش نصفيوهم. هذايا ما عادش يوصل. وهاو نشوفوا تاو في الاقتصاد التونسي، وهاو نشوفوا في النمو، وهاي الارقام تتكلم. خاطر القوانين هذوكم وقع سنهم بضغط من اللوبي المالي، تو على الفصول اللي قلتهم انت في قانون الاجراء، في قانون هذه الاجراءات انقاذ المؤسسات، فما قانون القاضي يديه مكتفه، ما ينجمش يبت في مآل المؤسسه الا ما يوافقوا له دو تير من الدائنين. ودو تير هذوما جينيرال ما شكون هذوما؟ تلقاها بنك من البنوك، معناها انت في بلاصه تمشي للمحكمه. انا قلت لهم في بلاصه تتجه للمحكمه لا تتجه للبنك. فصل يقول لك انت مسيرك بيد البنك. القاضي ما ينجم اذا ما يفوقلوش معناها دو تيير من الدينين، ما ينجمش يبت في الملف نتاعك وما ينجمش. البنك عندها سلطه باش تمنعك اكثر من القاضي. اكثر لا اكثر منه هو. هذا الاشكال تو اي هذا الاشكال. هذوما قوانين تعملوا في هو كان القانون تاع 95 وتنقح في 2016. قانون 95 كان اعطى معناها مارج كبيره، اعطى هامش من الحركه، واعطى معناها سلطه تقديريه للقاضي انه هو معناها في اطار ما يسمى بمعناها النظام العام الاقتصادي، اعطاه صلاحيات باش يوقف التنفيذ، اعطاه صلاحيات باش معناها يجدول، اعطاه صلاحيات باش يوافق على انقاذ المؤسسه. اليوم هذا غير متاح. هذا اليوم يجيك الدائن يقول لك نحب نفلس المؤسسه، وهي تلقاها مؤسرة حتى كي تمشي للتفليس ما عنده شيء. هو للاسف بس الهادي اليوم خاطر احنا بنينا اقتصادنا هكا، بنيناه على مشينا ربما للقوانين نتاع التراتيب التقاضي ونوصلوا لمراحل التقاضي اكثر من نمشيو في القوانين نتاع حمايه المؤسسات وضمان الوجود نتاعها في المجتمع التونسي باش تكون هي الشريك الاقتصادي والمجتمعي رقم واحد. هو وهذا هو الهدف. ماهوش الهدف انك تصنع 1000 مؤسسه، هو الهدف انك تصنع 1000 مؤسسه وتحافظ على 1000 مؤسسه. معناها مش مشكله في التمويل لهنا. تو نرجع معاك سي عبد الرزاق، خذينا الجانب القانوني، تو الجانب المالي.
اليوم فما مولين المؤسسات الصغرى شكون هم هذوما؟ هذا هو البنك التونسي للتضامن وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسط. كما قال سي عبد الرزاق والكلمه معناها مش كل عام تخلق كل عام 1000 مؤسسه ويموتوا. سي معناها ديمورني علاش المشكله اللي هذوما البنوك هذوما ما يرجعوش اللي مولوا 3 سنين واربع سنين التالي وخمس سنين، يرجع بعد قرض احداث مؤسسه وبعد قرض مرافقه وبعد قرض بور كونسوليداسيون معناها باش المال المتداول، معناها راهو سا سير ريان. كل عام تخسر مثلا ناخذوا بنك التضامن كل شخص عنده الحق في 100 مليون، كي كل عام انت تجيب 1000 شخص ياخذوا 100 مليون كل واحد معناها زيد لارجون جوتي بار لا فنيت. انا ناخذ هذاك اللي نتاع الخمس سنين يزي توا نوقف التمويل هذايا ونقوي الشركات اللي موجوده. يلزم القانون المتعلق ب تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه ولي ميكرو انتربريز هذا يلزم يتعدل. جي بي اي سي عبد الرزاق كما قلت انت تو جبت على قانون الماليه، فما ما يسمى بالمبادر الذاتي لوتو انتربرونور. القانون هبط امشي تو فما عباد يخدموا في اليوم اللي جاي باش يخدم في النوار، خاطر هو تلقاه يخدم على حاسوب ولا يخدم يعمل تطبيقات. اليوم القانون ما هبطش باش تمشي تو للقباضه ديكلاري مبادر ذاتي خاطر باجراءات مبسطه ما تنجمش. يقول لك ما فماش القانون ما هبطش، الامر الترتيبي ما هبطش، معناها انت تلزو باش يقعد يخدم في القطاع الموازي. اي لانه في الاسف الشديد في تونس لليوم مازالت مهن ماهيش معرفه. ما هي مش معرفه، فما انشطه مش معرفه. انشطه ما تنجمش تحل في فيها باتيندا. في اشكاليه التمويل سامحني، اجا نرجعوا للبنك بي اف بي ام البنك نتاع المؤسسات الصغرى والمتوسطه. ما عادش عنده خطوط تمويل. ما عادش عنده فلوس. ما عندوش فلوس خاطر ما استخلصش القديم. وعلاش ما استخلصش القديم؟ خلصت القديم بالضبط. وطريقه الحوكمه نتاع الشركات اخي توا هذوما جماعه المؤسسات بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعطي قروض وما يحضرش في مجلس الاداره، ما يفرضش عليهم يكون فما معناها عضو مجلس الاداره مستقل. الشركات راهو عطاو حتى قروض حتى ال 10 مليون دينار، معناها عطاو برشا فلوس بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة. اليوم الشركات هذه الكل لا يتبعوا الحوكمه ولا يتبعوا الاستخلاص وزيد ومعناها ينقص مرات يعطيو مليار للشركه وياخذوا له 100 مليون في الانتيري، معناها لو بروجي اي سو كابيتاليزي معناها لو كو فينونسمون. معناتها يجيب لك بنك اخر ويقول لك جيب لي بنك اخر يفينونسي معايا. جوستومون اي يربطك يزيد يربطك شو يولي البنك هذاك، البنك هذاك يولي عينيها عليك. معناتها انت كان تكون في قطاع فيه لوبي معين مسيطر عليه تنجم البنك هذيك في حد ذاتها تنجم تكون طاحين لك هذيك. اي وهذه اخطر حاجه. اي اخطر حاجه هذه العديد من المشاريع خاطر هو خذا وخذوا له من راس المال من القرض اللي مش يمول به، خذوا له ليزانتيري دو انتركالير اكل فوائد البينيه. محاصر من الكل، محاصر من البنوك، محاصر من 90% وما نجمش يحل. فما مشاريع اليوم وصل نسبه الانجاز نتاع المشروع الماكينات موجودين ناقصوا 10% معناها مال متداول ما نجمش يحل، وكل نهار معناها الكونتور قاعد يمشي عليه. هو شوف اليوم عندك مشروع اندستريال في شيرة القصرين معطل، حط كل شيء وتعطل وقف، ماكينات موجوده لين السيد فلس وصرف اللي وراه واللي قدامه. معناتها ما يقارب 6 مليارات مشاو هباء وللاسف ماهوش باش يحسوا حد. سي عبد الرزاق ماهوش باش يحسوا حد على خاطر هو رقم من جمله الارقام اللي سكرت بتاع الشركات، لانه لهنا في تونس تتعامل مع المستثمرين خاصه الصغار. هو مستثمر بصفه عامه لكن المؤسسات الصغرى على مستثمر اساس مستثمر على اساس ارقام. اليوم راك تقول 6 مليارات يقول لك مسكين. اليوم راهو الثوره فوتوه وينساوه غدوه وغيره يسكر بعده وغيره باش يزيد يسكر غدوه. ثم ملاحظه مهمه راهو كيحكي سي عبد الرزاق على المشاكل بعد الثوره، راهو تونس الثوره نجحت خاطر فما قطاع خاص خوي، وخاطر الشعب التونسي ماهوش معناها الاقتصاد التونسي مش اقتصاد ريع مش قائم. كان جي عندنا بترول وعندنا ثروات وكلنا ناخذوا في الشاري راهي العباد قتلت بعضها. اي لكن انا بعد نهارين رجعنا نخدموا. سي الهادي انا اليوم نحب نحب نفهم حاجه اللي حكيناه كله بها مش لخص انا اللي حكيناه كله، اللي حكيناه كله تشخيص وبوادر حلول ونعرفوا المشاكل وين، وربما كل قطاع عنده هياكل وعنده الناس اللي لاهي به تعرف مشاكله.
فقط مطالبه انها تعطي خطوط والعريضه لمشروع الاصلاح. لكن انا اليوم نستغرب في سلطه الاشراف اليوم المسؤول الاول على الاقتصاد التونسي اليوم الوزارات المداخله من الصناعه والتجاره وانت ماشي لوزاره الماليه للبنك المركزي لغيره. اليوم كي نشوف انا ارقام قدامي كان كمواطن تونسي نسمع 135 الف شركه باش تسكر ونسمع ب 200 الف في حاله افلاس. اخي انا ما نستناش حتى هيكل نقابي وحتى منظمه وحتى غيره يجي يقول لي راني في خطر. انا اليوم وحدي كسلطه اشراف اليوم كمسؤول كقيادي في البلاد هذه انا ندخل نخوض الخطر، انا نمشي نلوج على المشاكل وين والقوانين وين. بالنسبه للمشاكل اللي حكينا عليها هي جزء كبير منها تقريبا الناس كل تحكي له كل مسؤول اليوم في الدوله التونسيه تحكي له على الاقتصاد يربطه لك بالكوفيد. الكوفيد راه ما تعداش كان على تونس، تعدى على دول العالم كله، ما فما حتى دوله كانت استثناء. انا فقط باش نعطي مثال بسيط، الدولة تعاني زادة من موازنات مالية كبيرة اللي هي بريطانيا. واضح هي صحيح ما تجوزش المقارنة بالضبط، لكن أنا مش أقارن في التعامل، في طريقة التعامل. بريطانيا من دخل الكوفيد أعفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة الكل من جميع الأدوات دول الاتحاد الأوروبي كله سيدي، حتى أكثر شيء من هذا أكثر شيء من البلديات الكانسل نتاعهم، البلديات نتاعهم أعفاتهم من اللي تاكس بتاع لي بوبال حاشاك من الكوميرسيال لأنه يعني عندهم تاكس. علاش ماشي لبريطانيا؟ نعطيك حاول جنبك. وين عندك الجزائر والمغرب؟ والمغرب بون الجزائر خاطر الجزائر خاطر دولة بالبترولية نتاع الجزائر. الإجراءات نتاع الجزائر، الإجراءات نتاع الجزائر أولا مشات حلت قروض التمويل، حلت خطوط التمويل وخطوط التمويل ما عملتش عليهم شروط. الشرط الوحيد أنها تكون مؤسسة عاجزة عندها مشكل، ما عملتش شروط. نحن لا، نحن تحطوا لنا الشروط نتاع الكلاسمون، إذا كان أنت كلاسي 2 من دو وانت هابط لا يعطيو كان للزيرو ان. بالله سي عبد الرزاق باش ما ناخذولكش الكلمه في التدخل نتاعك، سؤال توا انتوما كالمنظمه هذه بربي شنو كان دور اتحاد الصناعه والتجاره وكونكت في 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 الشيء اللي تعملوا فيه انتوما باش معناها باش لا لا حياتي اللي منتوني انتوما ما كنتوش مخرطين معاهم؟ لا لا كي جمعيه احنا جمعيه وحدنا اي نعرف نعرف لا جمعيه وحد هو بور لا ريشيرش دو لا سينيرجي تو هذوما الزوز هذوما المنظمات نتاع الاعراف الزوز هذوما بربي معناها بكل صراحه شنو كان دورهم؟ الدور مارينا حتى دور نضربوا وحدنا على القوانين القدم نحبوا نبدلوهم نتكلموا وحدنا فما كونيكت فما كونيكت الحقيقه تقال ان هي تكلمت معانا وقاعده تتكلم وديجا حتى شو اسمه سي ارسلان برجب زاد ديجا تكلم وحكى على التمويل وحكى على المؤسسات وحكى على مشكل زاد الشيكات وسمعناه معناتها برشا مرات يتكلم وكل شيء دونك ماشيين براتيكمون في نفس الاتجاه. اما لوتيكا لوتيكاش فما فما مجموعه من الغرف يكلموك يقول لك والله اجا نتعاونوا ايه انت اقدم مني انت انت اقدم مني فازي انت اضرب وانا هاني معاك اكيد هذوما باهي اخر اخر نقطه محمد لا الوقت نعم تعليق بسيط انا هذوما ايش عملوا لهم هذوما خلوا لهم برا امشي اضرب وانا هاني وراك عرفتوا كي داخل العركه برا امشي انت اذهب امشي اضرب اي وهاني وهاني انا وراك. والدوله التونسيه اليوم حطت لهم خارطه الاصلاح حطت لهم ربما لهنا شويه دعاء هاني ندعي لكم مشات معاهم بالمنطقة هذه اليوم الإصلاح نتاع الدولة التونسية اكتفت بالدعاء وصلت الاستخارة ربما في بعض الأحيان باش المؤسسة هذيك ما تفلسش واذهب أنت وربك فقاتلة ولا قاتلة مش فيها سي عبد الرزاق يعطيك الصحة شكرا لك على التواصل سي عبد الرزاق حواس الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وقع المؤسسة الصغرى تدابير غير مدروسة. هذا كان موضوع احنا راجعين بعد شوية.